رجعنا سريعا، لسه مكملين مع حضراتكم فقراتنا هنا في صباح اون تايم، ولسه منورنا ضيفنا النهارده كابتن محمد اليماني لاعب منتخب مصر السابق. صباح الفل عليك مره تانية يا كابتن، صباح اكيد الفل. منورنا وسعيده جدا بوجودك معانا. كنا بنتكلم عن منتخبنا الوطني الاول قبل الفاصل، واتكلمنا كمان عن اهم وابرز العناصر الموجوده عندنا من المنتخب الوطني الاول. تعالى سريعا كده نروح لدوري النايل او الدوري المصري الممتاز وشكل التنافس فيه في الموسم الحالي. يمكن خلاص يعني تابعنا 3 جولات بالفعل اتلعبوا من دوري النايل، شفنا تنافسيه كبيره جدا، شفنا اسامي بتلمع من الظهور الاول ليها في الدوري، دوري الاضواء. شايف التنافس هيكون عامل ازاي السنه دي؟ بتتوقع مين ممكن يكون هو الحصان الاسود لدوري النايل؟ الحصان الاسود مش عارف، حاسس بلدية المحله يعني بدا ماتش حلو جدا مع بادين بدايه قويه جدا قوي مع قوي. كابتن احمد عبد الرؤوف بالظبط، هايل، كان بادئ باداء كويس جدا يعني. حتى انا كنت اتفرجت شويه على فتره الاداء بتاعتهم، كانوا هم مقيمين في فندق كده مش عايز اقول اسمه يعني، فملتزم قوي وعايز يعمل شغل بصراحه يعني، وحاجه كويسه. والاداء احنا شفناه في الملعب. الدوري طبعا احنا عارفين الفرق الكبيره زي الاهلي والزمالك طبعا، بس الاكتر فرقتين عندهم سكواد كويس قوي وبادين كويس قوي، الاهلي وبيراميدز. صحيح، بصراحه يعني عاملين بيراميدز كمان عمل ميركاتو عظيم. طول ما في فلوس، استقرار مادي، استقرار مادي خلاص في بتقدر شغل كل كويس حاجه. طبعا بالظبط طبعا. وطبعا الاهلي والزمالك قصه بالنسبه لهم في الاستقرار المادي، مفيش مشكله برضو. لا، ولكن طبعا انت عارف ان الزمالك بيمر بازمه قيد في الوقت الحالي وبعض الازمات اللي ان شاء الله باذن الله هتتحل في القريب العاجل، كمان مع وجود مجلس اداره منتخب في الايام اللي جايه دي. اكيد يعني هيجي ويحل كل الازمات اللي بيعيشها سواء فريق الكوره او كمان بعض الالعاب الثانيه اللي للاسف يعني كان عندها مشكله في القيد في الفتره الاخيره. لا بس في حاجه عجباني كمان في الدوري ده، الاسماعيلي. الاسماعيلي بدا كويس قوي قوي يعني. انا مش بتكلم على نتائج كابتن يعني، ايهاب جلال. لا مش بتكلم على نتائج، بتكلم على اداء يعني. اداء الاسماعيلي ده اللي احنا كنا مفتقدين، شفنا اداء هايل قصاد النادي الاهلي. انت لاحظتيها اصلا بمثلا بورقه وقلم او بحاجه بتحسبيها، الاسماعيلي شوط 25 مثلا، 25 شوطه على حارس المرمى، والاهلي مش 12 شوطه يعني. الاسماعيلي كان بيهاجم وكان طبعاً مستحوذ على طبعاً على معظم مباراة هايله. بتكلم في كده، انا بتكلم على ادائه، الحاجات دي ما شفناش من سنتين.